احنا دافنينه سوا، مثل بنستعمله لما بنشير لسر واقع بين اتنين ما يعرفوش غيرهم. السلام عليكم. قصة مثلنا النهاردة أبطالها أخين وحمار. كان في أخين فقيرين ما بيمتلكوش في الدنيا دي غير حمار بيساعدهم في كل حاجة، في عملهم ومواصلاتهم وبيقضي حاجاتهم. كان بيستعملوه في إنه بينقلوا بضاعة من مكان لمكان وبياخدوا في المقابل أجر، فكانوا بيعتبروه هو مصدر رزقهم. كانوا بيحبوا جدا وبينيموا معهم في الأوضة وبيأكلوا من وقت ما بيأكلوا وبيهتموا بيه وبيرعوه وسموه أبو الصبر. وفي يوم من الأيام بتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، كانوا بينقلوا بضاعة من مكان لمكان، فمات الحمار في وسط الطريق. حزنوا عليه حزن شديد ودفنوه دفن يليق بيه، وفضلوا جنبه يبكوا عليه بكاء شديد لحد ما كان اللي رايح واللي جاي بيستوقفهم الوضع. فكانوا بيقفوا يسألوهم هو في ايه، هو مين اللي ميتلكوا ده. كانوا بيقعدوا يقولوا ده مات اللي كان بيأكلنا ويشربنا واللي كنا بنعتمدين عليه في كل حاجة، كان هو مصدر الخير وكان هو مصدر الرزق بتاعنا. فكان الناس بيتعاطفوا معاهم لدرجة انهم كانوا بيشاركوهم في البكاء، وكان الناس بيظنوا ان ابو الصبر ده شيخ جليل او عبد صالح، علشان كده حزنوا عليه حزن كبير. فادولهم الفلوس يقيموا عليه خيمة، ويوم بعد يوم بيزيد اقبال الناس عليه وبتزيد التبرعات بالمال لحد ما بدلوا الخيمة بحجرة صغيرة، وفضلت التبرعات تتدفق عليهم لحد ما اصبح مدفن ابو الصبر ده مزار بيقصده كل الناس. فك السحر، تزويج العانس، وبقى ليه كرامات كتير، وزادت التبرعات لحد ما في يوم من الأيام كانوا الأخوان بيتقاسموا النقود بينهم فتشاجروا، وقال واحد للتاني أنا هشكوك لأبو الصبر هينتقم منك وهيعذبك على اللي انت بتعمله فيا. فضحك أخوه وقال له انت نسيت ولا ايه، ده احنا دفنينه سوا. بيقولوا ان حفظ المال أيسر من كتم الأسرار، يعني لو استودعت سرك عند من لم يحفظه فلا تلومن إلا نفسك. ورحم الله من قال إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق، وإذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. الأسرار بين الأزواج والإخوات والأصدقاء والعلماء الممثلة ببراءة الاختراع والاكتشافات العلمية، حفظ الأسرار دي أمانة. أدوا الأمانة إلى من ائتمنك. أشوفكوا الفيديو الجاي.